خلينا معاها عبر زوم الأستاذة ريهام محمد، صاحبة إحدى المشاريع أونلاين. يا ريهام، أهلا مساء الخير. إيه ده يا ريهام، ده أنت صغيرة. أنا لا قلت ألاقي شكلا يا قلت ألاقي الحاجة ريهام. لا لا يا أنا عندي 35 سنة. الله، شكلك صغير برضه. إزيك يا ريهام، بصي عاملة ربنا إيه؟ يخليك، كله تمام الحمد لله، كله بصي بقى، تمام. انا بقالي فتره عماله ازق البنات وازق الستات عشان ما تشتكيش. انت ما تشتكيش بس ابتدي في المشروع. قولي لي الفكره جات لك الاول ازاي، عشان انا لو سبتيني هقعد ارغي كتير. ابتدت الفكره لا ازاي وعملتيها ازاي؟ هو زي ما حضرتك بتقولي، الفكره جات لي يعني بما ان احنا بنمر بظروف صعبه والعالم كله بيمر بظروف صعبه، الاسعار بقت غاليه جدا، الناس ما بقتش مستحمله وما فيش عندها كمان وقت. جات لي الفكره ان هو انا ليه ما اقدرش اوفر، يعني استغل الوقت الفراغ بتاعي اللي هو بعد الشغل وانا قاعده مع اولادي وانا قاعده في البيت، ان انا اجد مصدر دخل اضافي بدل ما انا اقعد اقول طب انا مش عارفه اعمل ايه، المصاريف كتير، ايوه انا صح، مش ايه الحل، لا طب انا طب انا شاطره في ايه؟ قعدت ادور انا شاطره في ايه؟ انا شاطره في حاجه معينه وبحبها، طب انا استغل ده ويبقى ده مصدر دخل اضافي ليا. شاطر، الموضوع كله مش هيحتاج مني غير موبايل وانا قاعده في البيت مش بتحرك، اقل مجهود في نفس الوقت، لا هو مع الوقت بيكبر وبيكبر وممكن اعتمد عليه بشكل كلي. طب قولي لي بس، يلا اشتغلتي في ايه؟ كنت شاطرة في ايه وعملتي ايه؟ هو انا زي ستات كتير يعني، طبعا الشوبينج والفاشن والملابس يعني يعني ما نقدرش نستغنى عنها، الملابس جبتي لبس وعرضتيه، عملتي له صفحة وابتديتي تعرضيه. انا عندي اوريدي جروب واكونت على انستجرام، كل الشغل هو عبارة عن الملابس وشنط والجزم والفاشن طيب والموضة، الحاجة اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. خليني أسألك على الأسئلة اللي دايما بشوف البنات بتقعد تسألها لبعض. بدأتي بكام؟ يعني البادجت، الميزانية بتاعتك كانت الأول بكام؟ يعني طبعا طبعا الميزانيه في الاول كانت بسيطه جدا، يعني الموضوع كله كان ابتديت ولا عشان يسهل على الناس، بس الناس اللي معهاش فلوس، احيانا بشوف بنات في محلات بتصور الموديلات وهي ما بتشتريهاش، يعني بتصور وبتنزل على الصفحة، ولما بيجي لها الطلبات بتنزل هي تشتريها من المحل وبتحط النسبة بتاعتها. انت بتعملي كده يا ريهام؟ لا هو في ناس طبعا بتعمل كده وده بيبقى باي اوردر بالطلب، لكن انا صراحه مش بعمل كده. انا كان عندي امكانيه ان انا لا انا بجيب الحاجات اللي انا شايفاها حلوه، اللي انا شايفاها طلب عليها كتير، الحاجه المطلوبه قوي وفي نفس الوقت سعرها حلو جدا، سعرها ارخص من الستورز، انا متاكده ان هو هيبقى فيه وبتجيبيها بقى فرق. من المصنع، ولا مثلا في ناس برضو بتروح تجيب من الاوتلت الحاجات اللي هي سعرها رخيص، او البلات بيروحوا يختاروا من لا البلا. انا كل شغلي صراحه بجيبه من بره، من بره مصر، بس في نفس الوقت بعد ما بيوصل لي برضه بيبقى ارخص من اللي بيتعرض في الستورز او في المحلات عموما. هو مش بره مصر، ده هيبقى بقى جمارك وغالي وبلس بلس بلس. انا ما هو انا لسه انا ستارت اب، انا بقالي تقريبا دلوقتي 9 10 شهور، فانا كميات بتبقى قليله، كميات محدوده. حتى لو بعد دراسه جدوى احنا درسنا ان المشروع لما يكبر الكميات لما تبقى كبيره كده كده الجمارك هتبقى عليها برضو، لما بتتوزع لكل قطعه بتبقى في الاخر سعرها اقل من لو فتحت هنا ستور او محل كبير او طبعا، كده. لان كده المحل كده هنا الاونلاين بتبقى ايه؟ ارخص بكتير. المحل يا جماعه، ليه دايما اونلاين ارخص؟ لان المحل انت بتاجر محل، فبتدفع ايجار، كهرباء، بتدفع كهرباء، طبعا مصاريف كتير عماله، جدا، ضرايب، طبعا يعني هتلاقي الدنيا كلها ايه، عليت معاك 50 مختلفة تمام 60%. طيب بالظبط. ايه فهو المشكله اللي دي مشكلة واجهتك يا ريهام، عشان برضو البنات تبقى عارفه ايه المشكله؟ ايه المشكله اللي انت لقيتيها في النص واتحلت ازاي؟ هي المشكلة بتاعت الأونلاين في الأول، بتبقى إزاي أوصل للناس، إزاي كمان الناس تبقى مصدقة إن الحاجة اللي بتشوفها الحلوة قوي في الصورة دي هي لما هتستلمها هتلاقيها نفس المعروض. عملتي ايه هما بقى؟ دول أكبر مشكلتين. عملتي ايه عشان تخلي الناس تصدقك؟ بصي هو أهم حاجة في الأونلاين إن عشان نوصل للمصداقية، إن الحاجة لو أول ما بتيجي لازم أصورها وهي على طبيعتها بدون أي فلاتر، بدون يعني أي إيديت، الصور تبقى حقيقية واقعية عشان تبقى حاجة ملموسة، يبقى العميل شايف الحاجة كده طبيعية بألوانها بأشكالها تمام. بالديتيلز بتاعها، ولو في أوبشن أعمله فيديو أعمله فيديو.
هل انت كنت شاطره في السوشيال ميديا، يعني شاطره في التصوير ازاي تصوري المنتج والحاجه دي، ولا استعنتي بقى قالوا لك لازم تجيبي ناس عشان تعملي صفحه وتحطي عليها اعلان ممول؟ يعني انت ابتديتي تحطي فلوس كدعايه للصفحه، ولا ابتديتيها كده وانا بقى وحظي بص، هو في الحقيقه هو انا شغلي اصلا له علاقه بالماركتينج، وده ساعدني كتير ان انا اكبر شغلي، او ان انا عندي باك جراوند كويس ازاي اشتغل في السوشيال ميديا او اكبر الجروب بتاعي او الاكونت بتاعي. بس ده مش معناه ان ما حدش، لو انت مش شغاله في الماركتينج يبقى انت مش هتعرفي تعملي كده. لا، على فكره الموضوع بسيط جدا، موضوع بسيط يعني. اليوتيوب مليان فيديوهات. اه طبعا، يعني اي حد عايز يتعلم اي حاجه على اليوتيوب، ازاي بنكريت البيج، ازاي بنعمل اعلان ممول، كل حاجه موجوده وكل حاجه سهله ان احنا نتعلمها. بس احنا هناخد خطوه ان انا وندرسها الاول اقرر. كويس وهتتعمل، يعني ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه. كان دخلك الاول كام؟ معلش ما شاء الله، يعني مش عايزه احسدك، بس ده برضو بيحفز البنات والستات ان هي تقوم. اللي هي بتتفرج علينا دلوقتي هتلاقيها بتقوم ماسكه الموبايل بقى وبتبتدي تعمل بحث وسيرش وحاجه كده. كان الاول دخلك كام؟ وده اخر سؤال يا ريهام. ودلوقتي ما شاء الله من غير حسد بقى دخلك كام؟ هو في يعني في الأول كان تقريبا بيدخلي في الشهر ما بين 3 4 آلاف. دلوقتي لا، الحمد لله الموضوع زاد، ممكن يوصل ل 10 آلاف، ويعني ده في وقت قياسي قصير، لأن أنا كنت دارسة برضو، والموضوع محتاج إن أنا أدرس بس الماركت اللي أنا داخلة فيه أو السوق اللي أنا داخلة فيه. لو درسته صح وتارجت صح وعندي مصداقية للمنتج بتاعي، لا هتنجحي وانت قاعدة في البيت، لأن ده بقى لغة العصر، الأونلاين بقت لغة العصر على فكرة. الاونلاين بقت لغه. شكرا يا ريهام، وربنا يوفقك يا حبيبه قلبي، وعايزاكي تنشري الثقافه دي ان انا بعمل مشروع وبينجح وما تخافيش، يعني ننشر يا بالظبط، جماعه القصه دي. شكرا يا ريهام على تليفونك.